وكان رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون قد أصدر قرارا أمر فيه بمراجعة الإجراءات الأمنية في جميع المطارات البريطانية، وذلك على خلفية محاولة تفجير طائرة مدنية أمريكية أثناء هبوطها في ديترويت ليلة عيد الميلاد. مع بداية العام الجديد ستنضم المطارات البريطانية إلى مطارات عالمية أخرى في تطبيق إجراءات أمنية جديدة في ظل حالة الذعر من العمليات الإرهابية، خاصة بعد محاولة شاب نيجيري تفجير طائرة أمريكية كانت متجهة من أمستردام إلى ديترويت عشية عيد الميلاد. وجاءت تلك الحادثة لتدق ناقوس الخطر وتكشف قصورا في الأنظمة الأمنية بالمطارات، وهو ما دفع برئيس الوزراء البريطاني جوردون براون لمراجعة إجراءات الأمن بكل مطارات البلاد وإدخال تقنيات جديدة لتأمين المسافرين وضمان الكشف المبكر عن المتفجرات، خطوة سبقتها إليها كل من الولايات المتحدة وهولندا. ومن المعروف أن المطارات البريطانية هي من أكثر المطارات تعقيدا فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية، فضلا عن كون مطار هيثرو أحد أكبر المطارات ازدحاما من حيث حركة السفر على مستوى العالم. ومن بين الإجراءات التي طبقت مؤخرا على المسافرين إلى الولايات المتحدة عدم السماح للركاب بالصعود على متن الطائرة إلا بحقيبة يد واحدة، إلى جانب مطالبتهم بالبقاء في مقاعدهم خلال الساعة الأخيرة من الرحلة. وتخضع الأمتعة عادة للتفتيش الدقيق، كما يطالب الركاب في بعض الأحيان بخلع الأحذية. أما الإجراءات الجديدة فستشمل إدخال نظام المسح الضوئي الشامل للجسد، إجراء قد يلقى معارضة شديدة في بريطانيا لما يحمله من انتهاك للخصوصية. لكن الخبراء يؤكدون أن المسح الضوئي الشامل لن يطبق على الجميع. لن يطبق الفحص الضوئي على الجميع لأنه مكلف ويستغرق وقتا، ونحن لا نريد أن نتسبب في انتظار المزيد من الركاب لفترات أطول. الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد اتخذ إجراءات مماثلة، أمر برفع حالة التأهب الأمني في المطارات عقب الحادث، كما سيعقد اجتماعات مع مسؤولي الاستخبارات لمعرفة كيف تمكن الشاب النيجيري من الحصول على المتفجرات. كان عمر فاروق عبد المطلب ذي 23 عاما قد خبأ مواد ناسفة تحت ملابسه وحاول تفجير طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز الأمريكية أثناء هبوطها بديترويت، ورغم إحباط المحاولة إلا أن تداعياتها لا تزال مستمرة حتى الآن.